موضوع تقرير مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. عودة جلسات مجلس النواب للانعقاد تعيد القليل من التفاؤل باستكمال القانون الانتخابي الذي يمهد للانتخابات المبكرة التي حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 6 حزيران العام المقبل موعدا لها. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة، مبينا أن بعد التصويت عليه من قبل البرلمان لا يمكن العودة إليه إلا بعد نشره. وصوت مجلس النواب على الدوائر المتعددة التزاما بما طرحوه القوى السياسية المشكلة للمجلس، وتم التصويت على القانون بالمجمل. ليس من صلاحية رئاسة المجلس العودة على القانون إلا بعد نشره، وممكن كتلة سياسية أو فريق سياسي رأيهم مقدر ومحترم، ممكن الحكومة عندها ملاحظات، ممكن المفوضية عندها ملاحظات على القانون لاحقا ترسل أي تعديل ترى مناسبا إلى مجلس النواب، وهنالك إجراءات تشريعية يمر بها القانون. رئيس الجمهورية رحب بعودة البرلمان لاستئناف عمله، مؤكدا أن المرحلة الحالية تواجه تحديات عدة وتتطلب المضي قدما نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة، وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية. الحراك الشعبي يعول على الوعي بإحداث تغيير في الانتخابات المقبلة بعد إدراكه أساليب الكتل السياسية التي مارستها خلال الانتخابات السابقة والتي ساهمت في صنع المنظومة السياسية المبنية على المحاصصة والفساد. المخاوف من استخدام السلاح والمال العام للتأثير على الناخبين لا يمكن لأحد إنكاره، الأمر الذي يتطلب مجهودا مضاعفا من حكومة الكاظمي من أجل تهيئة الأوضاع المناسبة لإجراء الانتخابات لكي تعبر عن الإرادة الحقيقية لأبناء الشعب العراقي المطالبين في الوقت نفسه بالمشاركة الفاعلة لمنع حالات التزوير والتقليل منها واختيار من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع.